واحد من اللعيبه اللي ان شاء الله هيكون لهم دور كبير جدا واحد من اللعيبه اللي اثبت نفسه مره ثانيه في التشكيله ادي احمد عادل عبد المنعم وطبيب الفريق دكتور خالد محمود وادي بدايه بقى معسكر النادي الاهلي منذ اليوم من بدايه اليوم في تناول الافطار وبدايه الاستعداد للقاء الداخليه. فريق النادي الاهلي كل مباراه بياخدها على حده، كل مباراه بالنسبه له مفيش بديل عن الفوز، ادي الشناوي اسلام محارب وباقي اللاعبين بيتجهوا لتناول وجبه الافطار. مؤمن زكريا هو عمرو السوليه اللي اتكلمنا عليهم كتير ولسه هتكلم عليهم مع حضراتكم في طريقه ادائهم كل واحد منهم له ادوار مهمه جدا داخل الملعب وبينفذوا التكتيك او طريقه اللعب اللي كابتن حسام بدري دايما بيحاول ان هو ينفذها ثنائي افريقي ثنائي حريف ثنائي يتحدث نفس اللغه وهي اللغه الانجليزيه جونيور اجاي حبيب كانو مثل الاعلى النجم النيجيري الكبير نوانكو كانو نجم منتخب نيجيريا واللاعب باكا الجنوب افريقي صاحب سرعات كبيرة جدا ونفسة يعني جديدة مع فريق النادي الأهلي بتبص النشاط والحيوية داخل فريق النادي الأهلي أدي أيضا سعد سمير وهو متوجه إلى تناول وجبة الإفطار كل اللي أنت عايز تشوفه عن معسكر النادي الأهلي فقط وحصريا معنا على قناة النادي الأهلي وبيت كل الأهلوية كابتن أنيس الشعلالي واحد من الناس اللي بتعمل بجهد وبتعمل بإخلاص داخل منظومه النادي الاهلي هو كابتن ابو العيلة الجانب البدني للنادي الاهلي بيفرق كتير وحضراتكم شفته في لقاء الاسماعيلي والتحول في الشوط الثاني النادي الاهلي مسك المباراه وان سايد جيم تماما في الشوط الثاني فرق كتير جدا وده شغل الشعلالي وكابتن ابو العيلة مع فريق النادي الاهلي حسام عاشور واحد من الناس اللي مهما تغيب تزيد قيمته ولما رجع فعلا قيمته بانت الشناوي حارس على اعلى مستوى واثق من نفسه واحد من ابداء النادي الاهلي وشوف بتكلم على الشناوي. الشناوي يظهر كابتن طارق سلام مدرب حراس المرمى الشناوي اثبت انه هو قادر على حراسه عريم النادي الاهلي ثابت عنده تحركات تحت الثلاث خشبات على اعلى مستوى، الاثنين الحريفه والاثنين التقال، عبد الله السعيد المايسترو وعماد متعب الهداف الكبير، اثنين من الناس اللي دايما تصنع الفارق داخل النادي الاهلي، كابتن احمد ايوب والقياده الفنيه والمدرب العام للنادي الاهلي مع كابتن حسام البدري المدير الفني الفريق. اللي دايما فكره وطريقته واستراتيجياته في طريقه الدايركت فوتبول ازاي بيضرب دفنسات الخصوم عن طريق الاطراف وعن طريق الاجناب وعن طريق الاجنحه وده كان باين في فكر واستراتيجية الكابتن حسام البدري من بداية توليه المهمة وحتى الآن بقى نادي الأهلي له شكل بقى له بكرة بلغه كره القدم بقى له ايدنتيتي له هيبه له طريقه وله استراتيجيه وله فكره له هويه ايدنتيتي يعني هويه هويه النادي الاهلي دائما ومع الكابتن حسام البدري ان انا ازاي اضرب تكتلات الخصم من عن طريق الاطراف وايضا الاختراق من العمق وادي واحد والثاني من اللي بيعرف واحد بقى من الاجناب اللي هو باكا وجونيور اجريه سواء من العمق سواء من الاطراف واحد من الناس اللي بتدي لك حلول كبيره جدا شريف اكرامي يعود مرة ثانية لقائمة النادي الاهلي وبيحاول ان هو يثبت نفسه في التمرين مرة ثانية كان شارك في لقاء غانا وادى اداء لا باس به وده هيديله دفعة قوية في الايام المقبلة ايضا احمد عادل عبد المنعم اللي بنبارك له بمولوده عادل احمد عادل عبد المنعم صبر رحيل من اللعيبة اللي حتى على الرغم من انه كان غايب لفتره ولكن وجوده في مباراه الاسماعيلي مش بس ثبت نفسه دفاعيا ولكن هجوميا لانه واحد من اللعيبه اللي صنعت الهدف الثاني وعمل تمريره جميله جدا وضم القلب الملعب وهو ظهير المفروض يلعب على الطرف ولكن تبادل المراكز اللي بيعمله كابتن حسام البدري ظهر بشكل مهم جدا مع صبر الرحيل لما ضم وعمل التمريره لجونيور اجي باقي نجوم النادي الاهلي وطريقهم وليد ازارو واحمد فتحي وعلى فكره احمد فتحي الناس بتشوفه في الملعب الى أه إه إه حد ما متنشن شويه ومركز وشخصيه قويه جدا خارج الملعب أه يعني دمه خفيف جدا وبيحب يهزر وادي وليد أزاره ابتدى ينسجم مع ايمن اشرف واحد من الناس وهو اسلام محارب الاثنين اولا اولاد النادي الاهلي مهمين جدا في فكر الكابتن حسام البدري وظهر اهميه ايمن اشرف في الثلاث لقاءات الماضيه وبداية من تلفونات بني سويف ثم لقاء الانتاج ثم الإسماعيلي حل مشكلة كان الإعلام مصدرها بشكل كبير جدا النادي الأهلي عنده أزمة مدافعين النادي الأهلي هيعمل ايه